سيدات الرئيس الوطني والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات. بداية لا بد أن أذكر وأن أذكر كل المغاربة على الرؤية الواضحة والثاقبة لملك البلاد محمد السادس نصره الله. فإلى رجعنا قبل من هذا الوباء ديال كورونا غادي نلقاو بأن قبل شهور قليلة أقل من سنة ناقش أحد البرلمانيين ناقش مسألة ديال وجا مشروع ديالو ما نذكرش اسم ديالو باش ما تحسبش عليا سياسيا، ولكن هاد البرلماني جاب واحد الرؤية واضحة حول النهوض بقطاعين مهمين، قطاع الصحة وقطاع التعليم، ودار تحويلات مهمة 5 مليار تاع الدرهم لكل قطاع، ولكن للأسف الشديد تم رفض المقترح ديالو، وكان تصويت ضد المقترح اللي تيهم المغاربة واللي تيهم التنمية على العموم، كان تصويت بالرفض. مباشرة جاء خطاب الملك واعتراف الملك وشجاعة الملك داخل قبة البرلمان، وأكد على أن النموذج التنموي السابق قد فشل، وبالتالي كان لزاما على أن ملك البلاد يتدخل فور ظهور بوادر تاع انتشار هذا الوباء هذا، لأنه قبل كل شيء صرح على أن النموذج التنموي قد فشل، وبالتالي جاء بلجنة جديدة من أجل النموذج التنموي الجديد واللي بدأت المناقشة ديالو. إذن تصوروا معي الإخوة الكرام أن ملك البلاد لو لم يبادر ويسرع بالتصدي لهذا الوباء كيف سنكون؟ ونحن الدولة التي فشل فيها النموذج التنموي السابق. على العموم هذا جانب. الجانب الثاني هو أن الحمد لله لابد أن نشكر كل المواطنين المغاربة على إدراك ديالهم بخطورة هذا الوباء هذا، وعلى الالتزام ديالهم، لأن نسبة كبيرة من المغاربة التزمت نسبة تفوق 90% الناس اللي ملتزمة. وكذلك كنشكر كل السلطات الأمنية والسلطات المحلية، كذلك الناس ديال قطاع الصحة، أطباء وممرضين، المجتمع المدني كذلك لعب واحد الدور كبير في أنه يقوم بالتوعية وقام بالدور ديالو، رغم أن هناك بعض الانفلاتات لأن لا بد أن نذكر بها. وهنا بغيت أن كذلك لا ننسى الإعلام، الإعلام يلعب واحد الدور كبير، ولكن مؤخرا وهذا تحفظ عندي بدينا كنشوفوا بعض الممارسات، وبدينا كنشوفوا بأن حتى الناس تاع السلطة اللي كدير الدور ديالها ولا كيتم تشهير بأن تشهير بهذه الحويجات هذا، وهذا يخالف يعني أننا حنا ما ترضوش لأننا هذه الحويجات تكون، يعني أن القائد ملي تيخرج تيدير التدخل ديالو، فهنا خص التدخل يكون مبني على الكرامة، يعني أن اليوم هذاك واجب ديال القيد، كذلك الطبيب اليوم اللي كيتواجد بالمستشفى فهذا دور ديالو. اليوم يجب أن نتعامل مع الأدوار والمسؤوليات في إطار ديالها وقانوني. قبل ما نختم الكلام ديالي لابد أن أذكر وأن أنوه وأن ألتمس من جميع المواطنين والمواطنات لأننا نلتزموا بالإجراءات اللي اتخذتها الدولة، وعما قريب إن شاء الله سنكون أحرارا، سنعود إلى المقاهي وإلى المدارس وإلى الملاعب بشكل أقوى إن شاء الله، مع ملتمس آخر وأننا نطلب من السياسيين والبرلمانيين والحكومة على أنهم التفتوا القطاعين الأهم الأساسيين وهما قطاع الصحة وقطاع التعليم. إذن اللي أساسي وأن اليوم هناك دعم كبير بين المواطنين وبين المجتمع المدني، المجتمع المدني قائم بالدور دياله، هناك دعم، هناك مسؤولية. كنلاحظوا بعض الانفلاتات تاع بعض الشباب، ولكن يمكن تزوجوها لأننا نحن وحنا قصرنا كثيرا في التأطير والتكوين، لأن العديد من الشباب بعد مغادرة المدرسة فدائما كي يأخذ من الحي دياله كي يأخذ من الزنقة دياله على أنه فضاء ديال اللعب والضحك والتهريج إلى عدة أشياء، وبالتالي ما حملنا إحنا كمسؤولين كمجتمع مدني أو كسلطات فكرنا في هاد الوليدات
أو أن حتى الأحزاب السياسية لم تستطع استقطاب هؤلاء الشباب من أجل التكوين ديالهم والتأطير ديالهم. اليوم العديد من الشبيبات الحزبية خاوية من ناحية الكم، بعد ما كان الشاب تقلب لأنه في تبداته وين تجع الميدان السياسي، اليوم هو بعيد كل بعيد، وهذا البعد ما جاش هكذاك اعتباطا، رجاء بناء على فقدان الثقة بين الأحزاب وبين المواطن بشكل عام، وبين الأحزاب وبين الشباب بشكل خاص. إذا نعاود نكرر النداء ديالي على أننا نستافدوا من هاد كما قال الله سبحانه وتعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اليوم هاد الوباء هو غادي نجالي، ولكن يجب أن نتصدى لما وآتي في المستقبل، يعني عملا وثقافة وأخلاقا. إذا لم شينا بطاح كون على يقين بأن الحمد لله اليوم رغم الإمكانيات البسيطة حاولنا على أن المغرب الحمد لله اليوم راه متحكم في هذا الوباء هذا، وهذا الشيء ما يمكنش أن نعزلوا جهة على جهة. اليوم كل شيء متضامن، هناك أخطاء حقيقة، ولكن أخطاء يمكن في الفترة بالضبط لأنها جات رمشة عين، جات هكذا حتى واحد ما كان مستعد لها، إذن ضروري من الأخطاء، ولكن أخطاء تغتفر. الحمد لله اليوم مدينة أسفي هي من أعلى المرض، ولكن ما يشوف من بصفة قطعية ولا بصفة عامة. اليوم مدينة أسفي الحمد لله ما كانت تحالة، ولكن هذا ماشي ولا تهمنا، لأننا نحن نعيش إقليميا، نتعايش إقليميا، وعندما أتحدث على الإقليم أتحدث عن المملكة المغربية من طنجة إلى القويرة، وبالتالي أي مدينة فيها الوباء من المدن المغربية فحقيقة نتأسف، ولسنا نحن الناس أبناء أسف من نقول على أن مدينة ديالنا راه خاوية، هذا ليس تشفي، ولكن نؤكد على أننا نحن غير بعيدين من هذه الإصابات، غير بعيدين، لأن مادام أن مدن مجاورة مغربية فيها تزداد الحالات فيها، فتحنا رتحنا ممكن لا قدر الله أن مدينة أسف تعرف هذه الحالة. وأنا ماشي تنقول هذا ضرب باش نخوف، ولكن باش تكون عندنا واحد الفكر عام، يعني مغرب واحد، مغرب إذا كانت حالة في الدار البيضاء تتمسني وأنا في آسي، لأن نحن لدينا عائلات في جميع المدن، والمغاربة الحمد لله المجتمع المغربي كيتكون من أسر، وهذه الأسر أينما كانت وأي مدينة كانت فيها فهي معنية. اليوم الحمد لله بغينا هذا الوباء إنجالي من المغرب بصفة نهائية، وكنعاود نأكد لأن هذا هو الأهم، لأننا نستافدوا، إذا ما استفدناش من هذا هادشي اللي وقع راه ما عمرنا غادي نمشيو لقدام. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.